حسب الاوريجن، حسب الاوريجن. اذا كان الاوريجن منين طالع؟ من الساينس. اذا كان الاوريجن من الساينس شنو نسموها؟ ساينس. ما اسمعش فيكم. ساينس اريثميا. ساينس. واذا كان من الاتريال؟ اريثميا. واذا كان من الجنكشن؟ جنكشن اريثميا. واذا كان من الفنتريكل؟ فنتريكل. يبقى لاحظ ان الاسينود بالنسبه لي تعريف الاسينود معناه طالع من الاسينود نفسه. يعني بتسرع طبتي الريدنيا بالنسبه لي اكسبريشن، هذه بالنسبه للاسينود. بالنسبه للاتريال، الاتريال يعني من غير الاسينود ومن غير الافنود وبندروفيس كله above the ventricle is atrial وهو مفصول بفايبرس تيشو. يعني بالنسبه للكارديولوجي الحقيقه من الحقائق ان هو مفصول بفايبرس تيشو. يبدا ما حدش تلقى ان الاتريال فلاتر والفنتركل مش فلاتر. يعني الاتريال سرعته 300 والفنتركل تلقى سرعته في نورمال. يعني بتوين 100 اند حسب البلوك. من الممكن جدا انك تلقى الاتريال فبريليشن لكن الريت بالنسبه للفنتركل مش فبريليشن. يبقى في فايبرس تيشو يفصل بينهم الاثنين. في ما نغفلوش على الاكسسوري بندل، لاحظوا ان تريب واحد بالنسبه حسب شوف هذه الصوره من دفتر كاتب ان تريب 1 وفي تريب 2. بالنسبه لتريب 1 ذيس از ذا نورمال واي اوف الكتروفيزيولوجيكال امبالس. وبالنسبه لي اثنين اكسسوري باث واي وهذه احنا نقدر نقول لها ابليشن وتنتهي القصه مره واحده واصبحنا تريب الشعبيه الوحيده الاصليه الوحيده. قسم لاحظوا ان هذه التقسيمه رسمها اي سي كتاب اي سي جي الايزي وهو من الكتب المفيده. فقال يا جماعه راه سوبر فنتريكولار وفنتريكولار واتفقنا ان فنتريكولار ان كل الاريثم بالنسبه للفنتريكل كلها هارمفول ودانجر ما عدا ايديو فنتريكولار ريذم هدف الريكفري في الام اي لما نعطي بيش ترمبوليتك في ايديو فنتريكولار تعطي وصاين او اكتبك او اكتبك مره اكتبك غير هيكي غير هيكي كل الاراضي بنفس الفنتريكل خاصه فنتريكل فبريليشن وهي وباسس فنتريكل تاكيكارديا. الفنتريكل تاكيكارديا تري برزنتيشن يا اما بتجي بارست باسس فنتريكل باسس فنتريكل تاكيكارديا يا اما تجي بهايبوتنشن وهذه امرجنسي يا اما تجي انرفيشن كان بي يعني توكن زي الاس تي تي بالضبط. زي الاس تي تي باش يهدد عادي ما فيش اي مش امرجنس وعادة تقطع من ديما من السبتم. يبقى ساينس الساينس كم ريذم يفصل الاسينود؟ ساينس تاكي كم ريذم وراي؟ ساينس تاكي كارديا ساينس بريدي كارديا ساينس اريثميا يعني في الاكسبريشن تسرع تبطي في الاكسبريشن ساينس ارست هذا في الاولد ايج يبقى فيه هذا الاس انود لما تطلع من الاسينود مع الاكسسوري بات واي هذا نورمال؟ لا شنو يسموها؟ دبليو دبليو سندروم. يبقى في عده بالنسبه للاتريال الاتريال عندنا فايف اريثمي في الاتريال. من يعرف؟ من يعرف اي اريثمي في الاتريال؟ اتريال فيبريليشن واحد الاتريال فيبريليشن بتاخد تلت الاريثمية تلت الاريثمية الاتريال فيبريليشن والثاني اتريال فلاتر باهي حسب الشهرة يجي بعد الاتريال فيبريليشن مازال ثلاثة مازال ثلاثة اتريال تاكيكارديا الاتريال تاكيكارديا في فوكل ومالتي فوكل في فوكس واحدة في مالتي فوكل وفي اللي هي اتريال اكتوبيك يبقى خمسة بالنسبة للاتريال خمسة. بالنسبة لي حنختم بالتفصيل بالنسبة للجنكشن طبعا في حد الاسيلوز ما تشتغلش حتشتغل الجنكشن سموها جنكشن اسكيب بريدر تحافظ على الحياة. يبقى عندنا جنكشن بريدي كارديا وجنكشن تاكي كارديا وعندنا اللي هي سوبر فنتريكل تاكيكارديا كانوا يسموا فيها سوبر فنتريكل تاكيكارديا اللي هي قاعده فنتريكل نودري سوبر فنتريكل تاكيكارديا ومعها الاكسسوري باتوي تاكيكارديا خلوها فوق.
والفنتركل تمنى رضي بالفنتركل حسب الخطورة. ما يخطر فنتركل تاكيكارديا والفبريليشن. فبريليشن بعد تجي بلس الفنتركل تاكيكارديا بعدين الفنتركل تاكيكارديا والهايبوتنشن ما يفنتركل تاكيكارديا عادي وتوصل ديفويد تصير ديفويد وعندنا نان سستين وسستين وعندك توبيك ريديو فنتركل ريدم هذه الاراضي ما بالفنتركل. اليوم حناخذ الاكله يبقى لو شفنا من 2003 مش اليوم قالوا هذه بالنسبه للصبر صبر بنتيكتا اراديميا يا اما ساينس يا اما اتريال يا اما جانشي تمام. يبقى والتريتمنت استراتيجي يا اما انتر ثيرابي يا بليش يبقى الصبر فنتريكلر اراديميا يبقى الصبر فنتريكلر اراديميا ساينس تاكي اتريال تاكي اتلو فنتريكلر نودل سوبركيت تاكيكارديا اللي هي السفيتي المشهوره قبل السفيتي. لكن احنا قلنا صبر قلنا الساينس صبر فنتريكلر والاتريال صبر فنتريكلر والنودل صبر فنتريكلر. يبقى هنا صبر فنتريكلر تاكيكارديا مش دقيقه الاسم غير دقيق كلهم تاكيكارديا كلمه تاكي معنى سرعه من 150 الى 250 كلمة تاكيكارديا السرعة من 150 إلى 250 أي ريدم above 100 up to 100 250 we said تاكيكارديا. سواء كانت هذه التاكيكارديا سببها من السنور طالع من الأتريال من السبرة من الأتريال فنتركل نودل من السبرة كانت التاكيكارديا هذا اسم الحديث الأتريال فنتركل ريسبريكيتر ري انتري تاكيكارديا يقصدوا بها ريو دبليو دبليو سندروم وفي هنا عندنا هنا جانكشنال تاكيكارديا. يبقى حسب الاوريجن اذا كان من الاسينود حنسموها ساينس واذا كان من الاتريال حنسموها اتريال واذا كان من النود من الافي نود ري انتري داخل الافي نود حنسموها نودل واذا كان داخل الاكسسوري باث واي مع النود دوره كبيره شويه نسموها ري انتري باش نفرجوها على النودل اللي سموها باش يفرجوها على النودل الجنكشن اني بليس من الجنكشن اللي هو غالبا بندل اوف هيس اللي هو حيكون اسمها هذا تاكيكارديا. يبقى كم عندنا سورس التاكيكارديا كيف نفرقوا بينهم؟ بالاي سي جي هنا الصعوبه طبعا هذا معروف الكتاب هذا اللي هو كومار قسمها بطريقة ثانية دكتورة الأمر يرجع عندنا احنا ساينس تاكيكارديا وعندنا اتريال فيبريليشن اتريال فلاتر اتريال تاكيكارديا. لاحظوا ان الاتريال تاكيكارديا في فوق هنا هنا اتريال تاكيكارديا معناها فوكس واحد يعني مالتي فوكس اتريال تاكيكارديا. لما نقولوا اتريال تاكيكارديا يبقى نقطة فوكس واحدة فوق مكان واحد يعني بي ويف واحد وهنا مالتي فوكس معناها عدة بي ويف تاكيكارديا وصاين وبعدين هنا اي بي نود ري انتري تاكيكارديا معناها لما ذكر نود معناها انك تذكر السيتي العادية ولما هنا كتب سوبر كيتنج تاكيكارديا اللي هو يقصد هنا دبليو دبليو سندروم. هذا احنا نحن والجنكشن تاكيكارديا ما ننسوش اكسيليت الجنكشن تاكيكارديا بهذا مش موضوعنا اليوم موضوعنا احنا ساينس واتريا. في كتاب ثاني قال يا جماعه راهو فيها ساينس حسب الالوان ان الساينس طلع من السينود الاتريال فيبريليشن اتريال ولا مش اتريال؟ لاحظوا ان الاتريال كل ما مكتوب اتريال فيبريليشن اتريال فلاتر اتريال تاكيكارديا مالتي فوق الاتريال يعني لازم تذكر اسم اتريال بالنسبه للاتريال للجنكشن لا فيها بعض التفصيل لكن بالنسبه للاتريال لازم يذكر اسم الاتريال لان الاتريال تاكيكارديا مرات يشبه الساينس تاكيكارديا. يبقى احنا موضوعنا احنا اليوم نحو وجنكشن نحو دماغ مش موضوعنا اليوم
يبقى احنا عندنا ساينس تاكيكارديا عندنا اربعه اتريك تاكيكارديا وما جابش سيره الاتريك توبك ليش؟ لان هي توبك اصلا مش شرط تكون تاكي. هذه الاي سي جي المعروفه اللي نعرفوها احنا بي ويف كياس كومبلكستي هذه بالنسبه للويفز وعندنا بيان انترفال كريتو انترفال. لاحظوا ان الاي سي جي طيب يعني هنا بي ار انترفال حتمثل الصبره بالتركيلا وهناك يو تي انترفال حتمثل بالتركيلا وما فيش مكان زايد ما فيش كل شيء محسوب. يعني هنا بي ار انترفال من 12 الى 20 وهنا كيو انترفال معروفه لغايه التي ديسس اي لو زارت هنا فيرست ديجري هارت بلوك لو زارت كيو انترفال معناتها صار في بوينت فما فيش هو كلها بوينت 6 من السكند بوينت 6 من السكند. حتبدا الاي سي جي بالاس انود اللي احنا ما نشوفوش فيها بعدين دبولارايز الاتريا. لاحظ الاتريا كلها دبولارايز شوف الاتريا كله بعد حيصير كونتراكشن حيصير كونتراكشن في الاي في نود وبندل اوف اس يبقى هذه هذا السلايد هذه ان سواء كان ساينس او اتريا احنا قلنا لازم نفهم اذا كان الجينا بي ويف سواء طلعت من الاس انود او طلعت من الاتريال هل تفرق شيء؟ هتنجد ويف. يبقى اذا وجدنا البي ويف قانون اكبر. بعدين نعرف الفرق البي ويف هذه يقولوا هذه البي ويف لي الساينس ولا البي ويف مش صحيح. كده وجدنا البي اذا وجدنا بي ويف معنى هذا الاي سي جي يا طالع من الساينس يا من الاتريا قانون بي ويف قبل الكلاس كومبلكس بيفور ذا كلاس كومبلكس قبل الكلاس بي ويف قبل الكلاس كومبلكس بيفور ذا كلاس كومبلكس قبل الكلاس كومبلكس لان لو جينا بي ويف وذين كلاس كومبلكس طبعا مش هعرف ولا ما البي ويف هذه تكون قبل الكلاس كومبلكس حتشوف بعد لو لقينا مغرب كيو ار اس لو لقينا بي ويف قبل الكلاس كومبلكس اف وي فايند بي ويف بيفور كيو ار اس كومبلكس اتس اتريال اور ساينس اور ساينس اور اتريال اكتب اكتب نرجع الثانيه اكتب بعدين هنجاوب غلطت في هذا الحقيقه هذا ما في قوانين في الاي سي جي الاي سي جي فيها قوانين باش ما تغلطش باش ما تغلطش لان المشكله في الخطا اذا جينا بي ويف بيفور كيو ار اس كومبلكس يا طالع من الاتريوم يا طالع من الاسفل حنلاقي بي ويف وذين كيو ار اس كومبلكس ومش طالع من الاتريوم حنلاقي في المستقبل الكورس ما زال الكورس في الدار دكتور حنلاقي بي ويف داخل كيو ار اس كومبلكس داخل وذين او داخل بس انا هو ده لا وذ ان وذ ان وذ اوت بيفور خلاص بيفور وذ ان اذا لقيناها وذ ان معناها طالعه من الجنكشن طبعا من الجنكشن لان الطاير يمشي قدام الطاير يبدا اذا كان لدينا بي ويف يا ساينس يا اتريك بكيف برضه جيم مين يعرف كيف برضه جيم؟ نعم بسهوله بسهوله فرضويه حنشوف الساينس من صفاتها انها نورمال مورفولوجي كلهم بشكل واحد كل اكتب ساينس يعني اول نورمال مورفولوجي بالعربي كلهم بشكل واحد اثنين ابرايت أبرا حتى مرات نقول نورمال مورفولوجي مش ابراي مش صحيح لو جيناها مقلوبه مش صحيح كل ما ابرايت السسترات قالوا زي المنقله السسترات قالوا شكلها زي المنقله ايش رايكم في الوصف دقيق اللي شكلها زي المنقله ساينس